تظاهر العشرات أمام بناية المجلس المحلي لناحية أبي صيدا التي تتبع قضاء المقدادية للمطالبة بإقالة مدير الناحية حارث الربيعي، والذي أسهم بحسب المتظاهرين بتفاقم النزاعات العشائرية التي لم تتوقف منذ عامين. المتظاهرون قالوا إنهم يمثلون مختلف العشائر فضلا عن تحالف أبي صيدا. منذ سنتين ناحية أبي صيدا تمر بأزمة أمنية حادة، صار عدة نزاعات عشائرية بالناحية، ومدير ناحية كان له تقصير واضح بهذا المجال. باسم تحالف أهالي أبي صيدا من عشائرها وأهاليها الطيبين، قاموا باعتصام هل شوف أمامك لإقالة مدير الناحية وإقالة المفسدين. المجلس المحلي للناحية استجاب لطلبات المتظاهرين بعد جلسة عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة حضرها 10 أعضاء، بينهم 7 صوتوا على قرار الإقالة. نصاب كامل العدد 10 اللي تحفظوا 3 وصوتوا على إقالته 7، بسبب المطالب الجماهيرية اللي طلبتها من ترد الوضع. مدير الناحية وخلال اتصال هاتفي نفى الاتهامات وقال إنه تعرض لمخاطر جسيمة بعد مواجهته جماعات العنف، وبسبب ذلك أصيب مرات ومرات، وقد أسهم باستقرار المنطقة تماما. أما أهالي أبي صيدا فيأملون بمدينة آمنة ومستقرة بعد فترة من سيطرة جماعات العنف. من ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى، هادي العنبقي، الحرة.